السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طرشين معاكم. النهاردة نبدأ نتكلم عن أصوات الحروف. بمعنى إيه؟ بمعنى إن كل حرف في اللغة الإنجليزية له اسم وله صوت، يعني زي اللغة العربية بالظبط. حروف اللغة العربية برضو كل حرف فيها له اسم وله صوت، فنفس الكلام حروف اللغة الإنجليزية كل حرف له اسم وله صوت. النهاردة هنتكلم عن 3 حروف، حرف ال A وال B وال C. أول حرف لسه بنقول إيه، إن كل حرف له اسم وله صوت. ده A، اسمه A، تمام. ده كابيتال وده السمول، شكل كابيتال اللي عامل كده والسمول عامل كده. حرف ال A صوته A، حرف الاي صوته آ، زي انت، آ آ انت، انت يعني نملة، زي آ ابل، ابل ابل يعني تفاح. طيب زي اميرة، اميرة اسم بنت بدأ بحرف الاي. أنس برضو اسم ولد بدأ بحرف الإيه. طب حاجة بقى كده ملحوظة، إن أسماءنا، أسماء الأشخاص، لازم أول حرف فيهم أعمله كابيتال. يبقى أسماءنا لازم أول حرف فيها نكتبه إيه؟ كابيتال. باقي الاسم عادي كله إيه؟ سمول. يبقى حرف الإيه صوته آ، أنت، أبل، أميرة، أنس. طيب حرف البي عامل زي صوت حرف الباء كده، ب ب، زي اهو ادي بي اي وجي. احنا لسه بنقول الاي صوته آ والبي صوته ب، يبقى ب اج، باج، باج، باج يعني شنطة او ايه، او حقيبة. خفاش، بات، بات، ادي الايه صوته ا، بات. اتوبيس، ب اس، بس، بس. طب ونحلة، بي، بي. يبقى حرف البي صوته ب، زي باج، بات، بس، بي. هنيجي لحرف سي. حرف السي صوتين، سي لو جه بعده اي اي واي هيتنطق زي صوت حرف الاس، كأنه سين كده، صوت حرف السين س، زي رايس، رايس يعني رز. سي جه بعده اي، لما يجي بعد سي اي او اي او واي نطق س، زي سيتي، سيتي يعني مدينة كبيرة، تمام. طيب فيما عدا ذلك هيتنطق صوته ك، ك. سي هنا ما جاش بعديها ولا اي ولا اي ولا واي، حرف الاي، يبقى صوته هنا ك، كار، كار يعني عربية. كاب، كاب فنجان. كافي، كافي يعني قهوة. هنا حرف الـ A، حرف الـ U، حرف الـ O، ما جاش بعديهم ولا E ولا I ولا I. طيب حرف الـ C لو جه في الآخر هتنطق ك برضو، هيتطبق إيه بقى؟ هنشوف القاعدة. جه بعدي E أو I أو I. لا، ما فيش حاجة بعدي، نطق ك. ميوزك، ميوزك يعني موسيقى. طيب لو حرفين سي ورا بعض، طيب حرف السي ده جه بعدي اي اي واي، لا، يبقى تنطق ك. طب والتاني ده جه بعدي اي، يبقى التاني تنطق س، يبقى اكسيدنت، اكسيدنت يعني حادثة.
كده يبقى النهاردة اتكلمنا على 3 حروف الـ A والـ B والـ C. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وأتمنى تعملوا اشتراك للقناة، وانتظروا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير ان شاء الله بإذن الله، ورب أقدر أفيدكم وأكون استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.